مين منا عمره ما شاف مريض مصاب بكسر في العظم؟ يعرف الكسر بأنه هو انقطاع في استمرارية العظم، والذي يكون غالباً بعد إصابة أو الحوادث. وفي عوامل تسهل حدوث الكسر مثل هشاشة العظام، الأورام، الأكياس العظمية وغيرها من الحالات اللي بنسميها الكسور المرضية. ومن أهم أعراض الكسور، أولاً الألم والذي قد يكون شديد، 2 الكدمات والتورم في الأنسجة الرخوة، 3 قد يكون هنالك بعض التشوهات كتغير في الشكل أو فتح في الجلد. أما بالنسبة للعلاج فأولا مسكنات الألم، ثانيا إرجاع العظم إلى استمراريته مثل ما كان سواء كانت بالطرق المفتوحة الجراحية أو المغلقة، 3 تثبيت العظم سواء كان بأجهزة خارجية أو داخلية، وأخيرا إعادة المريض لحياته الطبيعية في أقرب فرصة ممكنة. ونهاية أهم المضاعفات بعد الكسور هي إصابة الأوعية الدموية، الأعصاب، الأنسجة الرخوة زي الأربطة والعضلات.